قال ابن الوردي فقيه، اتصل عمر بن الوردي فقيه شافعي وله كتب في الفقه وإلى آخره، وله اتصال بشيخ الإسلام ابن تيمية، وأثنى على شيخ الإسلام وأثنى عليه شيخ الإسلام، وهو شاعر مجيد صاحب لامية ابن الوردي المشهورة: يعتزل ذكر الأغاني والغزل وقول الفصل وجانب من هزل. في ديوانه الكثير من التشبيب أو وصف المردان، وجدت له في ديوانه، كنت أستغرب من وجود هذا مع فقيه وعالم، وهذه تقتضي استقامة، وجدت له في ديوانه صفحة 256 طبع الجوائب، قال: أستغفر الله من شعر تقدم لي في المردي، قصدي به ترويج أشعاري، لكن ذلك قول ليس يتبعه خنن وحاشايا من أفعالي أشراري. استغفر ثم بين أن مقصده سيء، وهو ترويج الأشعار ولكن بخصلة سيئة. وانظر هذا المعنى في ديوانه في غير ما موضع. هذا نأخذ منه أن بعض من يصدر منه بعض الكلام من الشعراء هو يريد به الصورة اللفظية والصورة المعنوية لا حقيقة الفعل. والله جل وعلا قال عنهم: ألم ترى أنهم يهيمون في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون.